أسعد الله مساءكم بكل خير متابعينا متابعي الطقس العرب في الأردن. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية التي سنتحدث فيها عن الحالة الجوية المتوقعة خلال هذه الليلة وخلال يوم غد في عموم مناطق المملكة. نهار اليوم سادت أجواء باردة نسبيا ومستقرة مشمسة خلال ساعات النهار، لكن هبت رياح شرقية لجنوبية شرقية معتدلة السرعة عملت على زيادة الإحساس بالبرودة. نبدأ نشرتنا باستعراض الحالة الجوية المتوقعة للعاصمة عمان خلال هذه الليلة، حيث يسود الطقس صافي مع 8 درجات مئوية، الملموسة منخفضة بسبب الرياح الشرقية 5 درجات مئوية فقط، الرطوبة 76% والرياح تكون جنوبية شرقية إلى شرقية مع 19 كيلومتر في الساعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة، نبدأ من المنطقة الشمالية. طقس مستقر ومشمس مع هبوب لرياح شرقية نشطة تزيد من الإحساس بالبرودة، إربد 19 إلى 10، المفرق 16 إلى 8، جرش 17 إلى 10، وعجلون 15 إلى 9. بالنسبة للمنطقة الوسطى نبدأ بالزرقاء، طقس صافي 16 إلى 7، البلقاء 17 إلى 11، العاصمة عمان 15 إلى 8، مأدبة 17 إلى 6، والبحر الميت 22 إلى 13. بالنسبة للمنطقة الجنوبية أيضا تشهد هبوب لرياح شرقية نشطة تزيد من الشعور بالبرودة، الكرك 14 إلى 7، الطفيلة 14 إلى 9، الشوبك 14 إلى 8، معان 17 إلى 6، والعقبة 24 إلى 15. أخيرا على المنطقة الشرقية الأزرق 17 إلى 7، الصفاوي 16 إلى 6، ورويشد نفس الحرارة مع حبوب لرياح شرقية تزيد من الشعور بالبرودة. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.